هذه العلاقة شيخ محمد في الجنة كيف تكون، سواء مع الحور العين أو مع المؤمنات التي دخلن الجنة؟ والله عز وجل قال: حور عين، وهي المرأة الشابة الحسناء الجميلة البيضاء شديدة سواد العين في شدة البياض التي يحار الطرف فيها من رقة جلدها وصفائه وصفاء لونه. وكما قال الله: كأنهن بيض مكنون، العيون واسعة، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، أبكار عربا أترابا، متحببات لأزواجهن في سن واحدة، خيرات خيرات، حسان في الأخلاق والوجوه، كأنهن الياقوت والمرجان في اللمعان والصفاء والنقاء والبياض، كأمثال اللؤلؤ المكنون، مثل صفاء الدر في الأصداف لم تمسه الأيدي، كل واحدة منهن يرى مخ ساقها من وراء لحمها من الحسن. هذا الجمال الباهر باهر، ما في الدنيا، وين في الدنيا من هذا؟ وإذا كانت الواحدة من نساء الدنيا تجلس أيام وليالي يعني في الحيض والدم والنفاس، وأربعين يوم وعرضة للاستحاضة والأمراض، نساء أهل الجنة أزواج مطهرة، لا أذى ولا حيض ولا غائط ولا بول ولا نخامة ولا مني ولا ولد. وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى نقاهن من كل أذى وريبة ومن الأدناس والمكاره، لا في الشكل ولا في الطباع، فما في طباع ذميمة ولا في غير قاتلة ولا في حقد ولا في حسد، وليس هناك جشع ولا طمع، مقصورات في الخيام، محبوسات لأجل الزوج، ما في طلوع وخروج، إذا جاء وجدها. لا يمكن واحد في الجنة يجي البيت ما حصل زوجته. والله سبحانه وتعالى قال يعني وصفهن بأنهن قاصرات الطرف، فلا تنظر إلى غير زوجها أصلا، العين لا تمتد إلى غير الزوج. وكذلك فإن هذا النعيم يعني من جهة الوصول إليه يعطي الله قوة فيه، يعني يعطى. نعم، على الشيخ محمد يعني كما أشرت أنها عينها في زوجها فقط، لكن حال اليوم لا يعكس ذلك. لا الزوج في زوجته فقط ولا الزوجة في زوجها فقط إلا من رحم الله. يوجد من الأتقياء الأنقياء من لا يتعدى بصره زوجته. نعم. ويوجد من التقيات البارات الطيعات من لا يتعدى نظرها زوجها. لكن يعني صارت الآن في الأسواق والأشكال والأفلام صار النظر مطلق الإنترنت. أهل الدنيا شوف، حتى في الوصول لهذا النعيم في فرق كبير. يعني أهل الدنيا في وصول الرجل إلى زوجته يكسل ويتعب، الجنة يقول عليه الصلاة والسلام يعطى أحدهم قوة 100 رجل في المطعم والمشرب والشرب.